إذن ولتفاصيل أكثر عن الأسواق العالمية والنفط نرحب بضيفنا عبق مر صناعية من دبي، المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الطريفي. دكتور أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير ست رنا. مساء النور. دكتور، دعنا نتناول جانب مهم فيما يتعلق بالنفط، خاصة هناك الكثير حول هذا الموضوع. وزير الطاقة خالد الفالح قال أن المملكة تعتزم خفض إمداداتها من النفط للأسواق العالمية 500 ألف برميل يوميا، سيكون منذ ديسمبر القادم. أيضا أشار أن مخصصات شركة أرامكو من النفط الخام لزبائنها سوف تتراجع في المقابل 500 ألف برميل يوميا في ديسمبر بالمقارنة مع نوفمبر، يعود لعدة أسباب، منها الانخفاض الموسمي في الطلب، ويمثل ذلك تخفيضا في إمدادات النفط بنحو 15%. هنا جانب مهم دكتور، هذا التراجع كيف سوف يكون انعكاسه بالنسبة للأسعار؟ بالفعل يعني أنا برأيي أن أسعار النفط منذ بداية شهر أكتوبر إلى غاية الآن وهي في حالة انخفاض، بعد أن وصل إلى حوالي 86 دولار للبرميل، لكن هذا الانخفاض الحاد والكبير جدا حوالي 25% منذ بداية شهر أكتوبر لغاية الآن، وصل الآن كما نشاهد اليوم إلى 65 دولار في البرنت وحوالي 55 دولار إلى نايمكس. أنا برأيي لعدة أسباب، السبب الأول هو كمية المعروض، أن العرض أصبح أكثر من الطلب، هذا من ناحية، وكذلك أن هناك التخوف من قبل المستثمرين أيضا، لا يريدون أن يدخلوا في هذه الطريقة وهذه القوة، فالكل يعني محجم عن عملية الدخول في شراء وعملية أيضا البيع والشراء في نظري. وكذلك أيضا لا ننسى أن أهم شيء كان أن التخوف الذي كان من قبل أمريكا على أساس أن تقوم بعملية المعارضة لإيران والمقاطعة، برأيي أنها بعد أن أعطت حوالي 8 دول في العالم من عفوا من هذا التخوف، برأيي أعطى نوع من الثقة، لكن الثقة بأن أسعار النفط انخفضت حاد كبير جدا. انظري إلى ما يحصل الآن في أسعار النفط، يوم الثلاثاء حوالي، يوم الاثنين حوالي 7%، الآن اليوم كمان حوالي 1% في انخفاض. نعم. وهذا الهلع والخوف أنا برأيي سوف يستمر إلى ما نهاية هذا العام، وسوف أن يكون نشاهد أن أسعار النفط بينها. وكذلك لا ننسى أن الإنتاج البترولي من منصات الحفر وصل إلى أعلى نسبة، 886 منصة حفر، وأدى إلى حوالي 7,094,940 برميل يوميا، وهذا أثر تأثير كبير جدا. وكذلك بكل تأكيد لا ننسى أن هناك نوع من العقوبات أيضا على روسيا وتريد أن تفعلها، وبالإضافة إلى إيران. صحيح. دعنا نتناول جانب آخر في المقابل. شركة أرامكو السعودية وشركة بترول أبو ظبي الوطنية أدنوك وقعت اتفاقية إطارية هنا لإيجاد فرص التعاون في قطاع الغاز الطبيعي أيضا والغاز الطبيعي المسال الذي تتوفر به إمكانيات لتعزيز القيمة ونمو أيضا الإيرادات في سوق نستطيع اعتباره مهم من الناحية الاستراتيجية للشركتين. كيف تقيم هذا الاتفاق وكيف ترى في المقابل انعكاسه بالنسبة إلى الشركتين؟ أنا برأيي أن هذا الاتفاق القوي الإطاري ما بين شركة أرامكو العملاقة وشركة أدنوك أيضا، برأيي أنها من أقوى الاتفاقيات، لأنها ذهبت وبقوة إلى موضوع الغاز، لأنه كما نعرف أن دولة الإمارات تقوم باستيراد الغاز من الخارج، وكذلك المملكة السعودية أيضا تريد أن تكتفي بعملية الغاز، لأن الغاز مناطق جيدة وكبيرة أيضا، والإمارات هي حريصة كل الحرص على إيجاد الغاز البديل لاستيراده، هذا من ناحية. والناحية الأخرى أيضا لا ننسى أن شركة أرامكو من الشركات العملاقة، وخاصة البتروكيماويات، والبتروكيماويات كما نعرف أنها جانب كبير لها
في اهتمامها بالنفط والغاز بنفس الوقت، وهذا الاتفاق ما بين أدنوك وما بين المملكة وبين أرامكو هي في صالح الدولتين، لأنه بالفعل أصبحت الآن الاستثمارات، انظري إلى أدنوك الآن وبقوة دخلت إلى عملية الاستثمار في النفط والغاز على حد سواء، لأنه بالفعل أصبحت هناك شراكات كبيرة جدا ما بين شركات أمريكية وشركات هندية مع أدنوك في عملية التنقيب عن النفط ومن ثم الغاز. وكذلك كما نعرف أن أرامكو لديها الباع الطويل ولديها الخبرة الكبيرة في عملية الاستكشافات البترول وكذلك الغاز، وهذا ما تحتاجه أيضا شركة أدنوك. أنا برأيي أن شركة أدنوك الآن وبقوة أصبحت من الشركات العملاقة في المنطقة ككل، لكن كما نقول أن أرامكو هي الشريك الاستراتيجي الكبير في المنطقة، وهي أيضا الذراع القوي للمملكة العربية السعودية في مجال النفط والغاز وكذلك البتروكيماويات. نعم. نعم، دعني أعود مجددا إلى النفط وتحذيرات أوبك. أوبك هنا دكتور حذرت من تخمة معروض نفطي سوف يكون في عام 2019، هنا باعتبار هناك تباطؤ في الاقتصاد العالمي، أيضا في المقابل لا ننسى تنامي معروض المنتجين المنافسين. برأيك بعد هذا التحذير كيف سوف يكون تأثير ذلك على أسعار النفط؟ أنا برأيي كما تشاهدين أن أوبك الآن هي تحاول جاهدة أن تخفض من الإنتاج، وذلك من أجل دعم للسعر، لأنه بالفعل هناك أصبح نوع مع يعني العرض أكثر من الطلب، وكذلك حتى في عام 2019 أيضا هناك تخوف أن يصل الزيادة في المعروض حوالي من مليون ومليون وأربعمائة ألف برميل يوميا، وهذا سوف يؤثر على الأسعار كثيرا. هذا من ناحية. لا ننسى أيضا من خارج أوبك أصبحت الآن هناك نوع من عدم الرؤية الواضحة، من عدم التحوط من هذا الإنتاج، لأنه بالفعل أصبح هناك إنتاج متوسع وموسع في أغلب دول العالم خارج النفط، والنفط أيضا كما نعرف أن دول مجلس التعاون الخليجي يعني تقوم بإنتاج حوالي ما يعادل حوالي 17 مليون برميل في منظمة أوبك، هي جاهدة وقوية بأن يعني تخفض من الإنتاج ومن ثم عدم المساس أيضا في عملية الإنتاج، لأنه كان هناك تخوف أن يكون بعد عملية الباركو أو عملية المقاطعة على النفط الإيراني أن يكون هناك شح في الإمدادات، وهذا أثر على الأسعار في بداية شهر أكتوبر، لكن بعد هذه التطمينات وبعد أيضا تصريحات الرئيس ترامب بأنه يحبذ أن يكون أن أوبك لا تقوم بعملية خفض الإنتاج من أجل الأسعار، لابد أن تحاول جاهدة نعم. أن تبقي على هذا الإنتاج. نعم واضح دكتور. إذن ضيفنا من دبي عبر الأقمار الصناعية المحلل الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن الطريفي، شكرا جزيلا لك.